هيباتايتس بي، ده الوحيد فيهم اللي دي ان ايه فيروس. في الدي ان ايه بتاع الفيروس عليه 4 جينز، 4 اماكن لجينز، 4 جينز كود فور 4 بروتينز، اللي هما ال S ال C ال P وال X. ال S جين بيعمل S antigen، وال C جين بيعمل C antigen و E antigen. ال P ده ال DNA polymerase، وال X ده بروتين لل transcription، X antigen transcriptional function. والانتيجنز دي اللي هي الفيرال ماركرز بتاعت الهيبتايتس بي، اللي بتيجي اسئله ام سي كيو مهمه جدا. فكل انتيجن منهم ليه الانتي بودي بتاعه. فانا عندي الاس انتيجن والاس انتي بودي والاي انتيجن والاي انتي بودي. الاس انتيجن ده معناه ان في كارنت انفكشن، في انفكشن حاليا، سواء الانسان ده عنده اعراض او مش عنده اعراض كارير. بس انتي بودي يعني ريزوليوشن، يعني الانفكشن ده ما عادش موجود، resolution of infection. الانتيجن الاي انتيجن معناه ان في viral replication. يعني ايه؟ يعني الفيروس دخل الخليه وعمال يعمل نسخ من الجينوم بتاعته علشان يريبليكيت اتسلف، معناه ان هو الانسان ده معدي. طيب الاي انتي بودي معناه ان ما عادش فيه replication، resolution of replication. بعد كده الكور انتيجين. الكور انتيجين ده جوه ما بيطلعش في الدم، ده جوه في الليفر. الانتي بودي بتاعه هو اللي انا بشوفه. الانتي اتش بي سي توتال ده معناه ان في current infection او previous infection، ما بيفرق ليش، معناه ان الانفكشن عدى على الشخص ده، عدى عليه. الانتي بودي بتاعه اي جي ام و اي جي جي زي في هيباتيتس اي. الاي جي ام يعني early والاي جي جي يعني late، يعني ده acute active دلوقتي او reactivation لحاجة chronic، و late اي جي جي يعني chronic chronicity. بعد كده الدي ان اي بوليمريز ده اللي بشوفه بالبي سي ار، بوليمريز تشين رياكشن، وده بيقول لي، بياكد لي ان في انفكشن، وكمان بعد التتر بتاعه كوانتيتيف اند كواليتيف تيست. طيب في معلومه كده عندي، ان الاي جي ام بتاع التوتال بتاع الاتش بي سي في بيطلع في حاجه اسمها الويندو فيز، يعني الاس انتيجين قل والسي انتيجين زاد، او ده اختفى وده بدا يظهر. الفتره اللي ما بينهم اسمها الويندو فيز، دي اللي فيها الاي جي ام. معلومه تانية عن الاتش بي اي انتي بودي، انتي بودي ده معناه ان ما فيش اكتيف ريبليكيشن خلاص، لكنه لسه معدي، خاصة لو لسه الـ S antigen موجود، يبقى لسه الإنسان ده highly infectious. الـ S antibody كمان لو positive يعني الشخص ده بيستجيب للدواء، هو بيعتبر marker for response to treatment. BC ده bloodborne infection، بيتنقل عن طريق البلود، يعني مثلا في عملية او بكيس دم، من نقل دم، او منظار، تاخد عينة بمنظار، او من ام حامل لابنها، vertical transmission، او نقلت دم او blood products. احنا عارفين ان في الاطفال عندهم الثلاسيميا والسيكل سيل انيميا كتير، وياخدوا دم كتير، بينقلوا دم كتير. طب ازاي نضمن ان ما يجيلهمش حاجة؟ بيبقى specific donor، بيبقى ناس معينة احنا ضامنين ان هما ما عندهمش حاجة ننقلهم منهم. يتنقل كمان بأي حاجة فيها إبرة، زي التاتوينج، زي الحقن، أي دكاترة تدي حقن، أي حاجة فيها إبرة. ويتنقل كمان بسكشوال ترانزميشن، أو ممكن ما يكونش عنده أي ريسك من الحاجات دي وبرضو يجيله الانفكشن. بعد كده clinical picture of hepatitis B. الانكوبيشن بيريود من شهر لست شهور، كانت في هيباتيتس اي شهر، هنا بتطول شويه 1 to 6 months بعد اي نقل دم او اي ريسك من اللي قلناه. بيحصل برودروما برضو، فيفر، هيديك، مالينس، انوركسيا زي هيباتيتس اي، لكن الزياده هنا الاميون رياكشن زايد هنا اكتر، فبيبقى الاكسترا هيباتيك مانيفستيشنز بتحصل هنا في البرودروما، اللي هي زي سيرم سيكنس لايك انس، حاجة زي الارثرالجيا، ارثرايتس، ارتكاريا، ماكيولو بابيولر راش، وهكذا. ممكن هيماتوريا وبرتينوريا اللي هو نفرايتس يعني، بس ده رير. بابيولر اكروديرماتيتس و لينفادينوباثي، دي حاجات بتحصل في البردروما بيريود. فرق لي هيبتايتس بي عن ايه؟
اللي هو الاكسترا هيباتيك مانيفستيشنز، عبارة عن انفلاميشن. ايه اللي حصل؟ انتيجين انتي بودي عمل خناقة، هاجم حتت مختلفة من الجسم، عمل سيرم سيكنس لايك إلنس، عمل نفرايتس بس ده رير، اكروديرماتيتس وليمفادينوباثي. بعد كده الاكتريك فيز بقى زيها زي هيباتيتس ايه بالظبط، اللي هو المانيفستيشنز بتاعة الليفر بقى، اللي هو البروريتس، الجوندس، البين، ابدومينال بين، البروريتس، النوزيا اند فوميتنج، وهكذا. الساينز ان الليفر والسبلين بيكبروا، في انلارجد تندر ليفر وسبلينوميجالي، لكن هنا مايلد مايلد. بعد كده الكومبليكيشنز قلنا هي ثابته وبنقول موجود ولا لا. اول حاجه فالم، هل فالمنت، هل ممكن يبقى فيه كارير ستيت، هل ممكن يقلب كرونيك، هل ممكن بريديسبوز لكانسر، هل ممكن يتنقل فيرتيكال ترانسميشن. هنا الفالمنت لا، فيري رير. الكارير ستيت اه ممكن، الكرونيسيتي 25% من الاكيوت بيقلب كرونيك، احنا هنا بنتكلم عن الاكيوت. الكانسر اه ممكن يبريديسبوز لكانسر، لكن uncommon في الشيلدرن، لكن احنا في الادلتس لما نيجي نتكلم عن ال HCC هو ريسك فاكتور فور هيباتوسيلولار كارسينوما. الفيرتيكال ترانزميشن اللي هو يتنقل من ام لابنها اه، وده اشهر واحد فيهم يعمل فيرتيكال ترانزميشن، اللي هو اللي بيتنقل من ام حامل لابنها الصغير. بعد كده هيباتيتس بي مانجمنت، اول حاجه الجنرال لاينز في اي واحد فيهم هي هيها، احنا قلناها قبل كده نفس بتاعت ايه. بعد كده الباسيف اميونايزيشن والاكتيف اميونايزيشن. الباسيف اللي هو السبيسيفيك اميونوجلوبولين والنون سبيسيفيك. طبعا النون سبيسيفيك كنا بنستخدمه في ايه، لان هو حاجه مش مؤلية قوي، انما هنا في بي احنا عندنا لو عندك السبيسيفيك اميونوجلوبولين استخدمه. السبيسيفيك ده استخدمه للكونتاكتس اللي بيتعاملوا مع المريض، او بوست اكسبوجر يعني اتعورت بسرنجة مثلا انت بتشتغل early في الاكيوت ستيج، لو ست حامل هتنقله لابنها، لو في ريب sexual transmission. طيب الاكتيف infection، الاكتيف الفاكسين 2 types plasma derived and DNA recombinant DNA، والrecombinant DNA هو اللي بيستخدم اكتر، بيتاخد intramuscular في الكبار اكتر من 2 years في الدلتويد، في الصغيرين اقل من 2 years في الثاي في الانترولاترال بورت. هتاخد 3 جرعات دلوقتي وبعد شهر وبعد 6 شهور، اللي هما لو تفتكروا في الجدول بقوا دلوقتي مانداتوري، اللي هما 2 4 6 مانداتوري في جدول الفاكسينيشن. protective level 10 مليونت و protective لمدة 5 سنين. اشهر طريقة الطفل الصغير يجيله بيها هيباتيتس هو البيرينيتال او الفيرتيكال ترانزميشن، متنقل من ام حامل لطفلها الصغير، ودي اشهر طريقة في الاطفال خاصة في هيباتيتس بي. لو الام كرونيك كارير، لو الام اكيوت جالها اكيوت في الثيرد ترايمستر، لو الام عندها ال HBE antigen positive يعني في active replication، لو عندها ال S antigen تتري عمال يزيد في ال pregnancy، لو لقيته بال PCR في DNA polymerase activity، كل الحاجات دي لازم 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 تدي للطفل ده immunoglobulin و vaccine. طيب اتنقل له ازاي؟ placental transmission لا، بيقولك ده very rare. بيحصل ايه؟ ان during الولادة during delivery بياكل دم الام، اللي هو بيحصل ingestion لدم الام during delivery للعيل الصغير فيجيله. لقوا ان 90% من الاطفال دول اللي بيجيلهم من مامتهم بيبقوا chronic او chronic carrier، فعشان كده الموضوع مهم. طيب نعالجهم ازاي؟ هندي له الامينوجلوبين والفاكسين الاثنين وقت الدليفري او بعديه او في خلال 12 ساعة من الدليفري، والفاكسين هيتاخد بعد شهر وبعد 6 شهور بمواعيده، وده مهم جدا لان لقوا ان هو 94%